مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في قناة حياتنا أور لايف. نبتدأ معكم في هذا الفيديو، رح نحكي ببساطة وبإيجاز عن مهارات العرض التقديمي. هلا كتير رح تفيدنا هذه المهارات، وتم أكيد الإشارة لهذه المهارات في كتب المهني الجديدة، في كثير إشارة إلها، اللي هي مهارات العرض التقديمي، كيف أنك أنت تقدم بريزنتيشن أمام مجموعة من الطلاب، أمام مجموعة من الموظفين. كثير رح تستفيد منها الآن وأيضا في الجامعة وأيضا في شغلك. كثير مهم يكون عندنا هاي السكيلز أو المهارات الخاصة في العرض التقديمي. يقول الشاعر أبو العتاهية، وهو شاعر عباسي، قال الشاعر: ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. صح، يعني انه احنا اشي ما في داعي نحكيه، ما في داعي نحكيه، بالتالي لانه رح يصير في مشاكل مترتبة على ما نقوله، فبالتالي الافضل الواحد انه يسكت لما يكون في مواقف معينة. طيب، في امامنا يا ثامن هاي الصورة، ومبين انه هنا في عنا زي داتا شو، وفي عنا هنا معلمة تتحدث عن هذا الشرح المطلوب. طبعا هذا زي ما احنا شايفين في الصورة هو نوع من انواع العرض التقديمي. نتوقع موضوع العرض على الشاشة، ممكن يكون حول مؤسسة او منشأة معينة، لان هون مبين في مبنى كبير هي شكلها عم تشرح لنا، صح؟ طيب، نمسح الرمز لنتعرف نبذة عن مركز الحسين للسرطان. هون من خلال التليفونات ممكن تاخذوا صورة للكيو ار او الرمز الموجود هون، ونتعرف اكثر شوية معلومات عن مركز الحسين للسرطان زي ما انتم شايفينه في هذه الصورة. بس تحضروا الفيديو، رح نحكي كمان عن العرض التقديمي. ما هو تعريف العرض التقديمي؟ العرض التقديمي هو عرض يتم تحضيره لجمهور معين. الهدف الرئيسي منه اكيد بدك تحكي انت عن افكار معينة، يعني اذا بدك تحكي عن مؤسسة بدك تحكي عن نشأة هاي المؤسسة، تاريخها، شو بتقوم بالضبط واجباتها، شو ممكن كيفية الوصول إلها، شو بتقوم بالخدمات معينة مثلا. فإذا هذا هيك كان الموضوع. هلا هو بشكل عام العرض التقديمي هدفه يقدم أفكار ومعلومات. ممكن كمان هدفه يكون يا ثامن إنه يقنع الجمهور بفكرة معينة أو دعم وجهة نظر معينة، وتستخدم العروض التقديمية في سياقات متنوعة، يعني عدة مواضيع. ممكن يكون بالتعليم، ممكن يكون إشي وطني، ممكن يكون إشي يتعلق بالاقتصاد، بدك تحكي مثلا عن البورصة، عن الأسهم كيف بتطلع كيف بتنزل بالسوق المالي وما إلى ذلك. فبالتالي أنت لما بدك تقنع الجمهور، هدفك الرئيسي أنك تقنع الجمهور وتقدم معلومات معينة حول شغلة معينة، حول موضوع معين، شو ما كان يكون، بأي مجال، بدك تقدم أنت شوية بيانات وأدلة على صحة المعلومات اللي أنت بتحكيها. فانت بتكون زي هيك محضر حالك وجايب صور، ممكن جايب نصوص، رسوم بيانيه، تشارتس بتدل مثلا على قد ايه كميه السياح اللي دخلوا الاردن وكيف عم بيزيدوا على مدار السنين مثلا، زي هيك. فاذا انت بدك تبين لنا بارقام، بتشارتس، برسوم بيانيه، بصور توضيحيه، ممكن باي فيديوهات، مرات ممكن تستخدم فيديوهات يعني او صور السماء او اي اشرطه سماعيه ممكن تساعد في تثبيت المعلومة اللي أنا بدي أنقلها. فبالتالي أنت هنا عم بتوضح المحتوى من خلال هاي الوسائط اللي بتستخدمها، وتجذب انتباه الجمهور، ويتضمن التحدث أمام الجمهور لشرح المحتوى المعروض. هلأ أنت لما بدك تعرض المادة الموجودة أمامك مع صورها، مع فيديوهاتها، مع تشارتس، الرسوم البيانية، أكيد أنت لازم يكون هون عندك المهارة اللازمة. هون صفى الموضوع عندك أنت، كيف بدك تشرح هذا المحتوى الموجود اللي أنت تعبت كتير وأنت عم بتجهزه، فإنه كيف رح الطريقة اللي رح تحكي فيها، كيف رح تتفاعل مع الناس، ممكن الناس يسألوك أسئلة، إنه أنت تكون مجهز حالك مظبوط وما تخاف، يكون عندك ثقة بالنفس، تكون قادر إنك أنت تجاوب على الأسئلة المطروحة، تمام؟ فمثلا لو أخذنا على سبيل المثال موضوع مركز الحسين للسرطان، وهي إحدى المؤسسات العريقة الموجودة عندنا بالأردن، بدك تتحدث عن هذا الصرح الوطني، صح؟ في عنا شوية خطوات بدنا نعملها قبل وأثناء العرض التقديمي، تمام؟ يعني قبل العرض التقديمي، يعني خلينا نعتبر إنه بكرة مثلا الساعة 10 صباحا في عنا اجتماع مع ناس معينين بدنا نحكي فيها عن مركز الحسين للسرطان. أنا خلال يومين مثلا أو خلال أسبوع زمن
أنا مطلوب مني أحضر المادة المطلوبة المتعلقة بمركز الحسالة سرطان يتامن. فإذا أول إشي بدنا نحدد الموضوع العرض التقديمي بدقة، صح؟ إذا حددنا موضوع العرض اللي هو عن مركز الحسين لسرطان. طيب هلأ مباشرة شو لازم نعمل نحن يا ثامن؟ بدنا نجمع المعلومات من الأوعية المعرفية المتاحة، يعني بدنا نروح على كل محركات البحث، ممكن تلجأ كمان لمكتبتك أو مكتبة الجامعة، يعني حسب ما تكون وظيفتك، تجمع المهم معلومات قدر الاستطاعة عن مركز الحسين للسرطان. بعد هيك بدنا نصمم العرض مع الحرص على أن يكون واضحا وجذابا. في عنا كثير من البرامج اللي بتساعد في تصميم العرض التقديمي، يعني في مثلا برنامج على الجوجل بيساعد على يعني انه انت تجهز المادة للعرض التقديمي. كمان من اشهر البرامج الموجودة اكيد اللي هي الباوربوينت، كلياتنا بنعرفه كيف تعمل انت سلايدات وشرائح، وفي كل شريحة بتحط جزء من موضوع او هو الموضوع كامل مثلا في كل شريحة، وممكن تتضمن فيها صور، تحط فيها يعني فيديوهات اللي بدك اياه. المهم تعمل هذا التصميم كله كامل يا ثامن، يعني ديزاين، تعمل ديزاين وبتجهز هذه المادة المطلوبة. بعد ذلك مطلوب مننا أن نتخير الألوان والخطوط بعناية لجعل العرض التقديمي لافتا لانتباه الجمهور. بدك تجهز كل الألوان الخطوط، ممكن تعمل تصميمات إنه كيف يظهر العنوان، كيف شكله، كيف لونه، لون مثلا خاص في المركز مثلا تركز على الخلفية الموجودة. الآن منقوم بعملية العرض التقديمي، هذا الجزء الثاني. كيف يتم شرح العرض التقديمي؟ هلأ شوية إرشادات يا ثامن لكيفية شرح العرض التقديمي. يعني بالبداية ما بتبدأ مباشرة بالموضوع، لا، بالبداية بتستخدم المقدمة الموجزة عن مركز الحسين للسرطان. يعني نبتدأ العرض بالحديث عن موقعه لهذا المركز وعن سنة تأسيسه، يعني بدنا نتحدث عن لمحة تاريخية عن المركز، امتى انشأ بالضبط، وين الموقع، ثم نتحدث بثقة وبطلاقة موجهة نظري إلى الجمهور. إذا أهم شيء نتحدث بثقة وطلاقة، هاي أهم من يعني هاي أهم شغلة موجودة لدى مقدم العرض التقديمي. وما ننسى يا ثامن إنه نلتزم بالوقت المحدد للعرض التقديمي، يعني إلك نص ساعة لازم تلتزم فيها، ما نزيد وما نقلل كثير، كمان إنهي يعني بالوقت المناسب. أهم شغلة إنه العرض التقديمي المقسم لمحاور وشرائح نحن نوضحه بشكل يعني نكون عارفين كيف نحن نشرح هذه المحاور وهاي الشرائح. يعني مثلا محور خاص بنشأة المركز، السلايد الثانية بتحكي عن أهميته على مستوى الشرق الأوسط، والسلايد اللي بعدها بنتحدث فيها عن أهداف هذا المركز، وبعد ذلك نتحدث عن خدماته ومرافقه والفريق الطبي، ثم نتحدث عن مستقبل المركز. طيب المطلوب منا يا ثامن أيضا أن ندعم حديثنا زي ما حكينا بالصور والفيديوهات المناسبة اللي بتساعد وتؤكد على موضوع العرض التقديمي. ما ننسى أن يكون كل شيء مرتب وكل شيء منظم، واللي رح يساعدنا أصلا البرنامج اللي نحن اللي صممنا عليه المادة. ما ننسى أن نوظف لغة الجسد، ونوظف أيضا التواصل البصري مع الجمهور، إذا نستخدم البادي لانجوج ونتواصل بصريا. هاي من أهم النقاط برضو مشروحة كمان في كتاب التربية المهنية للصف الثامن وأيضا للصف الخامس، موجودة هاي المادة بحذافيرها. وبعدين أيضا نحرص على الاستعداد للرد على أسئلة الجمهور والإجابة عنها بوضوح، نكون مجهزين حالنا لأي سؤال ممكن يطرحوه علينا، وعادي يعني حتى لو في أسئلة ما عرفناش نجاوبها بنحكي لهم عادي نحن رح نبحث عن الموضوع ورح نعطيكم الإجابة، فما في داعي للتوتر أبدا. وأيضا من الأمور المطلوبة أن نختم حديثنا بالشكر الحاضرين على حسن سماعهم. هاي في الأخير، يعني بس تخلص مادتك وتشرحها يا ثامن حلو كتير أنك أنت تشكرهم، الناس اللي استمعوا لإلك. طيب إذا يتميز الأردن بجودة الخدمات الطبية وانخفاض التكلفة العلاجية مقارنة بالعديد من دول العالم، ويهتم الأردن بتوظيف وسائل رقابة شديدة للحفاظ على مستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها المرضى. بناء على هاي الجملة وهاي العبارة بدنا نحكي عن موضوع جديد اللي هو موضوع مدينة الحسين الطبية، نعتبره هو موضوعنا. شو المطلوب منا؟ زي ما عملنا بمركز الحسين للسرطان، شو عملنا خطوات، بدنا نجهز برضو لمدينة الحسين الطبية، نجهز أفكارنا، نرتب المعلومات، نجهز السلايدات ونحط صور ونحط ممكن فيديوهات، أي وسائل ممكن تساعد وتؤكد على
أفكارنا، وما ننسى إنه حتى إذا أخذت معلومات إنت معينة وبحثت عنها بمحركات البحث، نتأكد بإنه نحن معلوماتنا يعني مؤكدة 100% ودقيقة وصحيحة. صوتنا لازم يكون واضح ومسموع لدى الجمهور. أهم شغلة يكون ثقتنا عالية بنفسنا، وبس نجهز المادة بتكون أمورنا تمام، نكون واثقين إنه خلص نحن عملنا وحضرنا مزبوط واشتغلنا صح. ما بضل إلا نحن نكون صوتنا واضحين مسموعين لدى الجمهور، طريقتنا تكون مناسبة ومتاحة في مدرستنا لتقديم هذا العرض. يعني إذا في داتا شو ممتازة كتير تقدر تقدم عرضك وإنت مرتاح. نراعي الانتباه لعوامل جذب اهتمام الجمهور وتركيزهم. يعني ممكن تبلش بمقدمة: هل تعرفون معلومات عن مدينة الحسين الطبية؟ مثلا زي هيك. إذا نحن بهيك بنكون أنهينا هذا الدرس. نراكم إن شاء الله في الدرس القادم، رح نحكي فيه أكيد عن قصيدة جميلة جدا بعنوان أردن يا بلدي للشاعر الأردني المرحوم حبيب الزيولي. شكرا لكم أعزائنا، وإلى لقاء قريب.